السلام على اشرف الانبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا علاج السكر اللي يقول لي نزل مقطع نزل مقطع، هذا مقطع مفصل تفصيل. تقول لي ما فهمت؟ عندك البعيد عن ابوك امك اختك قريبك صاحبك يعز عليك، اي واحد عنده السكر سوي خير في حياتك وانشر المقطع. عندي الوالد الله يحفظه كان السكر عنده 400 وفي خلال اسبوع صار 120 130 الحمد لله، وهذا العلاج واستفيد وانشر وسوي. هذا شعير هندي وهذا لوز حلو وهذا حمص ابيض وهذا حبه سود بس، وتقلبه بالخلاط وعطر خير. ويطلع معك هكذا شايفين، وحيطلع هذا الناتج. واستخدامه ملعقة مع الصباح مع الريق قبل الفطور وملعقة في المساء قبل العشاء، واسأل الله أن يشفي جميل. هذا العلاج والله أنا ما نشرت المقطع هذا إلا بعد ما استخدمته وأنا متأكد منه، وإن شاء الله وإن شاء الله راح تدعي لي ليل ونهار بإذن الله. أتمنى تنشر المقطع هذا بقدر المستطاع، والله العظيم ما تدري أنه في ناس بحاجة العلاج هذا بحر من الجميل.